يا مساء السعادة، يا مساء الصحة على كل مشاهدي قناة صدى البلد. النهاردة حلقة جديدة، في الفقرة الأولى هنتكلم على موضوع شائع جدا، وهو أنه في ناس كتيرة أول ما بتتعرض لأي ظروف صعبة شوية تقولك إيه، أنا جالي اكتئاب، أو أنا عندي اكتئاب، أو أنا زعلانة لدرجة أن أنا مش قادرة، امتنعت عن الأكل، امتنعت عن الكلام مع الناس، أنا دخلت في حالة اكتئاب. الاكتئاب كلمة يا جماعة مش سهلة، الاكتئاب ده مرض، ومش أي حد يتعرض لشوية زعل كده يومين تلاتة يقول أنا عندي اكتئاب. طيب هنتكلم أكتر عن الاكتئاب والفرق بينه وبين الحزن وبين القلق مع دكتورنا اللي منورنا النهاردة، القامة العلمية المتميزة جدا دكتور محمد الهنداوي. هيكلمنا باستفاضة أكتر على كل بقى ما يخص الحالة النفسية اللي احنا عايزين نوصل لها، راحة البال، عايزين نوصل للروقان، عايزين نوصل للسلام النفسي. ودايما بقول يا جماعة انه مش أي حد بيتعرض لأي مشكلة ممكن يدخل في نوبة اكتئاب أو يدخل في نوبة زعل، لأنه في ملايين من الناس متعرضين لنفس الظروف اللي انت متعرض لها، مش لوحدك، وبيتغلبوا على الظروف دي وبيقدروا ان هم ينجحوا في حياتهم. عايزين بقى نعرف ازاي نقدر نتغلب على الاكتئاب وعلى المشاكل اللي ممكن يعني تجي لنا من القلق ومن المشاكل النفسيه مع دكتور محمد الهنداوي. منورنا يا دكتور. ميرسي قوي، ربنا يخليك. ازي حضرتك؟ الحمد لله طبعا. تمام. احنا كلنا سعداء بوجود حضرتك معانا، اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان. كلمنا اكتر بقى يا دكتور على، انا زي ما قلت كده في الانترو، في ناس تقول لك ايه يومين ثلاثه زعل ويقول لك انا جالي الاكتئاب، فعايزين نعرف طيب. ازاي، ايه الفرق ما بين الاكتئاب والقلق وكمان الحزن؟ طيب تمام، هو زي ما حضرتك قلتي كده الاكتئاب بقى كلمه شائعه، صحيح، وبقى سهل جدا اي حد زعلان يوم ولا يومين او لاي سبب، صح، من الاسباب، اي ضغط اتعرض له يقول انا اكتئبت، صحيح، وبمجرد ما بيقول انا اكتئبت يبتدي هو يمارس سلوكيات واعراض الاكتئاب من غير ما يبقى حاسسها، صحيح، زي ان هو يمتنع عن الاكل، يمتنع عن الكلام مع الناس، يمتنع عن الخروج، يبطل يروح شغل، اللي ليه اكتيفيتيز يبطل يعملها، اللي بيلعب رياضه يبطل يعملها، وهو مش حاسس ان هو عايز يعمل كده، بس لمجرد ان هو قال الكلمه خلاص بدا يمارسها. صحيح. نتفق الاول ان نفسيه اي حد فيها جزء مهم جدا اسمه المزاج. الحاله المزاجيه ده هي اللي فيها بقى انا مبسوط، انا متضايق، انا خايف، انا غضبان، انا عصبي، انا مخنوق، انا متضايق. وجود حالة مزاجية معينة عند الشخص ما هياش مشكلة، لأن أمر طبيعي إن أي حد فينا ممكن يعدي عليه وقت يبقى حاسس فيه إن هو متضايق، خايف، غضبان، لو اتعرض لموقف يستدعي الضيق وبقى حاسس إن هو متضايق، فده أمر صحيح. طبيعي، صحيح. ما هياش حاجة مرضية. إمتى تبقى مشكلة؟ تبقى مشكلة لو أصبح الأمر بيتكرر بشكل كتير بدون سبب واضح، أو ابتدى يبقى فيه أسباب لكن حجم الأسباب مش مناسب لحجم الانفعال. بمعنى يعني ان السبب بسيط بكتير، أيوة، من السبب بالظبط. الحاله المزاجيه او الحاله الاحساسيه اللي عنده الشخص بتبقى اضخم بكتير من حجم السبب اللي ممكن يكون مسبب ليه، او ان يبتدي يبقى في مشاكل في المزاج وفي اسباب، لكن المشاكل مستمره ومطوله مده طويله حتى مع زوال الاسباب. هنا بقى يبتدي يبقى في، نتكلم بقى ان في مشكله ومحتاجه تدخل. الحاله المزاجيه اللي فيها حزن ممكن تكون في الاغلب ردة فعل. امتى اقلق؟ لو هي مش ردة فعل لشيء. لو انا صحيت في يوم من النوم لقيت نفسي متضايق، حاولت افك نفسي بان انا امارس بعض السلوكيات اللي هي عادة بتفكني، اسمع موسيقى، اتفرج على حاجة، اشرب حاجة، الحاجات اللي هي عادة كل واحد بيبقى عارف الحاجات اللي ممكن تكون بتفكه يعني. ولقيت انها اصبحت لا تحدث تأثير. او ان انا بدأت ان انا افقد شغفي في اني اعمل الحاجات دي اصلا. هنا دي كده بنسميها warning sign، يعني لسه مش اكتئاب، ده كده warning sign اللي هي مرحلة قبل الاكتئاب بالظبط كده. هنا بقى عايزين نفرق ما بين حاجتين، حاجة اسمها burn out اللي هي اسمها الاحتراق النفسي او الاحتراق الذاتي، وما بين الدبريشن اللي هو الاكتئاب. البيرن اوت حاجه شائعه جدا وكل الناس بتتعرض لها، وبالمناسبه من الناس اللي بيتعرضوا لها كتير اللي بيشتغلوا شغلانتنا معالجين النفسيين، لانهم بيتعرضوا لضغط عصبي لمده طويله. ببساطه كده البيرن اوت معناها ان انا ضغطت على نفسي كتير، او جيت على نفسي كتير، او تجاهلت حاجات معينة ممكن تكون حاصلة في حياتي، أو امتنعت أو قللت أو كسلت عن إن أنا أقوم بممارسة الأنشطة اللي عادة بتخليني أفك. فبالتالي تراكم ضغوطات يومي أدى إلى إن أنا حسيت إن أنا مضغوط وبشدة، وفجأة بقيت حاسس إن أنا مش مبسوط. طب إمتى أقول اكتئاب؟ لو بدأت أحس بإن أنا الضغط اللي أنا فيه ده، أو حالة إن أنا مش مبسوط، أو إن أنا ديفايبل كأني مش عايش،
مش لازم اكون حزين، بس كاني مطفي، مفيش طاقه، مفيش حافز، مش قادر اقوم اعمل حاجه، مش على بالي اقوم اعمل حاجه، لمده متواصله من اسبوعين لثلاثه. اقل من كده ما اسموش اكتئاب. يعني لو يوم يومين ده مش اكتئاب خالص. لازم حاجة من اسبوعين كتير. من اسبوعين لثلاثه وممكن اكتر كمان. هنا ممكن يبقى الموضوع محتاج تدخل لحد. طيب عايز اسال حضرتك بالنسبه للقلق، في ناس لو تعرضت لظروف مثلا قهريه شويه او ظروف صعبه شويه يجي لها حاجه القلق او اللي هو الانكزايتي زي ما بنقول ويستمر معاها فتره، اعرف منين برضو انه ده يا دكتور قلق او انه مجرد يعني تغير في الانطباع شويه او حاله نفسيه سيئه؟ طيب برضو عادة القلق المرضي اللي ممكن يبقى محتاج تدخل هو معانا بقاله مدة طويلة، وهي بتبقى أصلا سمة من سمات الشخص، يعني الشخص بطبيعته قلوق. السيستم بتاعه متنبه بشكل كبير. فبيبقى الشخص ده عادة بيبقى عليه شوية إيه علامات كده، اللي هو ممكن يبقى كلامه سريع شوية، ممكن تلاقي مخارج الألفاظ بتاعته تحس إنها متاكلة لأنه بيتكلم بسرعة. أيوه صحيح. ممكن تلاقي لغة الجسد بتاعته حادة حبتين، حركات إيده، حركات وشه، تعبيرات وشه ممكن تبقى سريعة شوية. ممكن يكون من الناس اللي بطبيعتها كده تلاقيها عارفة اللي مش قاعد على بعضه، دايماً إيديه بتتحرك. أيوه. بيهز في رجله. أيوه. بياكل في أطراف شفايفه. صحيح. بياكل أظافره. دي العلامات اللي تقول إن الشخص قلوق. الضغط العصبي فترة والفترة ما بتطولش، ودايما بيبقى فيه سبب، يعني الشخص يقدر يقول لي أنا قلقان من كذا. أيوة. أو أنا مضغوط من كذا، أو لما حصل كذا بدأت أحس بكذا. لكن الشخص اللي عنده جنرال انكزايتي في عموم حالته إن هو قلوق، لا ده قلوق من سن صغير. ممكن القلق يزيد أو يقل، لكن هو طول الوقت قلوق. طب يا دكتور بالنسبه دايما في ناس مثلا تتفرج علينا دلوقتي يبقى عندها تساؤل، هل المرض النفسي بيكون وراثه؟ يعني بالجيناتيك فاكتورز ممكن تاثر الاب او الام او العمه او العمه او الخال او الخاله او الجد او الجده، اي حد في الدايره اللي حوالينا عنده مرض نفسي، هل ممكن يكون المرض النفسي للاطفال جاي عن طريق العوامل الوراثيه؟ ده حقيقي، في عامل وراثي في امراض نفسيه كتير او اضطرابات نفسيه كتير. الا انه مش شرط، يعني مش لازم علشان اب او ام او خال او عم عنده مشكله اذا اكيد في حد من الابناء جاي له، لكن هو مرشح انه ممكن يتطور الى الحاله دي. في مشكله تانية غير الجين. المحاكاه، يعني انا لو في اب او ام او كلاهما عنده مشكله ما، الاولاد اتعلموا السلوكيات وتعلموا طريقه ردود الافعال وطريقه التفكير بالمحاكاه بصرف النظر عن ان وجود عامل جيني من عدمه. فعلشان كده ممكن نلاقي في بيوت بالكامل ليها صفه كده نفسيه واحده، يقول لك البيت ده بيت قلقان، البيت ده بيت صوته عالي، البيت ده النكت فيه كتير، البيت ده بيت دمه خفيف. هنا في جزء منه جيني وجزء تاني من المحاكاه. طيب عايزه اسالك يا دكتور بقى، ان احنا خلاص داخلين على المدرسه يعني كمان اسبوعين ثلاثه، عايزين كده من حضرتك تيبس او خطوات بسيطه ممكن الامهات بالذات اللي بتتنرفز وتشد في شعرها يعني تقلق او كده بسبب موضوع الدراسه وانه ابني عايز يطلع، وخصوصا كمان الاولاد الامهات اللي اولادهم في ثانويه عامه مثلا بنشوف ضغط شديد جدا على الاولاد في الفتره دي، فانت عايزاك توجه كده رساله للامهات ازاي يقدروا يتعاملوا مع الاولاد في فتره الدراسه. طيب قبل اي شيء لازم يبقى ثابت عند الاب او عند الام عند الكير جيفر عموما ان علشان اقدر ارعى حد لازم ابقى انا كويس. صحيح. لان احنا بنشوف امهات بيقعوا في مشكله كبيره جدا اللي هم يتفانوا جدا في الاهتمام بابنائهم لدرجه ان هم نفسهم اللي بيقعوا. صح. بينسوا نفسهم. ايوه بالظبط. وكتير على فكره بنشوف في العيادات ده بنلاقي بعد امتحانات الثانويه العامه الامهات هم اللي جايين مش الولاد. خلاص الامهات خلصوا طول السنه، استهلكوا طول السنه. فلازم يبقى ثابت علشان اهتم بحد يبقى انا لازم اهتم بنفسي. صحيح. طيب اهتم بنفسي ازاي؟ الانسان ثلاث حاجات عقل قلب وجسد. صحيح. لازم اهتم بالثلاثه، احافظ على الثلاثه، اطور الثلاثه. طيب بالنسبه للامهات او اللي بيرعوا اطفال او مراهقين في مراحل تعليميه. عقل لا هو شغال لوحده ما شاء الله، يعني احنا مش هنحتاج ان احنا نهتم بيه اكتر من كده. لكن مهم جدا ان يبقى من وقت للتاني كده حاجه ليا، اقرا حاجه، اشوف فيديو مثلا عن حاجه معينه. لو في كورس معين يتاخد، لازم العقل يبقى بيشتغل في حاجه تانية غير دراسه ابنائي او غير الاهتمام بيهم او غير الاهتمام بالمدرس الفلاني والدرس الفلاني والكتاب الفلاني. طب في المستقبل الجامعه الفلانيه واسال على الدراسه الفلانيه، دي حاجه. الحاجه الثانيه القلب او الروح.
القلب او الروح هنا اللي هي مقصود بيها العواطف الايموشنز. من اجمل الحاجات اللي بتحرك الايموشنز وبتغذيها الروحانيات عموما، اللي هو القرب من ربنا مثلا. القرب من ربنا، التامل، اليوجا، كل دي حاجات بتدخل في جزئيه الروحانيات اللي هي حاله التواصل مع الذات. صحيح، لازم يبقى لي وقت مستقطع كده من وقت للتاني ولو مرتين في الاسبوع، نص ساعه بتاعتي بتامل فيا كده. ومن الحاجات الجميله جدا النص ساعه اللي قبل النوم، لو استثمرتها في حاله مناجاه او دعاء، من الحاجات الجميله جدا اللي ممكن تفرغ حاجات كتير وتشحن حاجات ايجابيه كتير. صحيح. طيب جسد رقم واحد، اهتم بصحتي. مفيش حاجه تقول ان انا علشان ابني يبقى كويس يبقى انا اسهر جنبه لحد لما اقع. ايوه صح. انا وقعت وهو وقع على فكره. كويس. يبقى احنا الاثنين لازم نهتم بنفسنا، لازم ناكل كويس، مش كتير، كويس. جوده الاكل وليس كميته. بالظبط كده. الحاجات الخضراء من اهم ما يكون. طبق السلطه ده مش حضرتك ما تتخيليش اهميته عامله ازاي. صحيح. كمان الحركه. الحركه مهمه جدا. الميه ده شيء مهم جدا. keeping be hydrated دي حاجه مهمه قوي، دايما كده بنشرب ميه. المعادن والاملاح ودي موجوده في الخضار والفاكهه، مش محتاجين اكتر من كده. لا محتاجين فيتامينات ولا محتاجين حاجات اضافيه. قطعا اللي عنده مشكله صحيه معينه لازم يهتم بيها، لازم يكون بيعالجها، ياخد العلاجات بتاعتها. المرحله اللي بعد كده بقى شويه رياضه. رياضه بسيطه، مش المطلوب رياضه عنيفه. والله احنا لو عملنا الثلاث حاجات دول احنا كده في حال جميل جدا. طيب اللي بيتعرضوا بقى لضغط عصبي اضافي. أيوة. وهذا امر وارد، اللي بيتعرضوا في شغلهم او في حياتهم، او الطالب ذاته اللي بيبقى شايل حمل السنده هيت ان مستقبله بالكامل قائم عليها. وبالمناسبه ده مبدا يجب تغييره. لان ما حدش قال ان حياه اي حد قائمه على سنه الثانويه العامه. لا، دي مرحله في حياته وهو بيشق او هي بتشق طريقهم. صح. بعد كده بالعكس. والله يا دكتور احنا ساعات بنشوف انه في ناس بيبقوا مثلا ما دخلش الكليه اللي هو عايزها، بيدخل كليه تانية بس بيبقى عنده اصرار وبينجح في الكليه، ويمكن بيبقى ربنا كاتب له نجاحه وتفوق اكتر في الكليه اللي هو ما كانش عايزها دي، وبيحقق انجازات اكتر بكتير لما يكون شخص عادي في اي جامعه. ده اولا. ثانيا، الفشل ما هو الا خطوات من اجل النجاح. اللي ما دقش فشل ما يعرفش ينجح، عمرها ما بتبقى اخر المشوار. طيب اللي بيتعرض لضغط عصبي بقى ثلاث حاجات. ايوه. هوايه، وهوايه تكون هوايه منتجه. بمعنى ايه؟ بيتقال لي كتير انا بحب القرايه، او القرايه شيء جميل قوي، لكن دي مش هوايه، دي نشاط. لان انا بفتح الكتاب كده، الكتاب اللي بيشتغل، انا ما بعملش حاجه. صح. انا بتلقى، انا ممكن اسرح وانا بقرا. اللي يحب يسمع موسيقى، الموسيقى جميله جدا. لكن انا ممكن اسرح وانا بقرا. بالظبط كده. منتجه بمعنى ان كان في لا شيء بقى شيء. يعني لو انا بحب القرايه، ورقه واجرب اكتب. ايوه. اجرب. صح. الف، انا مش لازم ابقى عباس العقاد، لكن انا بفرغ شيء وبخرج شيء. أيوة. بحب الفنون، اجرب ارسم. بحب الموسيقى، اتعلم اعزف. الارتيفاكتس او الحاجات اللي ممكن تتعمل بالايدين. كوني ان انا لقيت شيء قدامي ما كانش موجود، ده انتاجي انا، ده مشبع جدا. دي الهوايات اللي ممكن بتشحن الشخص بطاقه ايجابيه. صحيح. طيب الرياضه. الرياضه لا يمكن تخيل اهميتها. مبدئيا كون ان الشخص يكون صحيح ومعافى ولياقته حلوه ده شيء جميل جدا، واحساس الشخص ان صحته بخير ده في حد ذاته حاجه حلوه. ايوه. لكن مش قادر اقول لحضرتك فتره من الرياضه تعادل من 30 ل 45 دقيقه بتعود المخ على افراز مواد افيونيه طبيعيه جدا، اللي هي الاندورفينز. بالظبط كده. بتبعث على الاحساس بالنشوه والامتلاء والسعاده. صحيح. ده يعني اتكرر بشكل يعني منتظم. أيوة. انا كده كاني بمرن عضله انها تشتغل كتير، فانا كده بمرن الجزء ده في المخ انه يشتغل كتير. فبالتالي احساسي بالرضا وبالسعاده بيكون كويس جدا. اخيرا العباده. حاجه بقى العباده. العباده من اجمل ما يكون طبعا، كل اشكالها وبكل طرقها وايا ما كانت قناعاتي. القصد بالعباده الاتصال مع قوه اكبر مني، انا سلمتها امري. وانا مقتنع ان امري بايد هذه القوه. مناجاتها والكلام معاها، حالة الدردشة مع ربنا. مش مطلوب اكتر من كده. الثلاث حاجات دول يشحنوا. لان رابعهم بعد كده هيبقى الادوية، مفيش حاجة تاني خلاص نقدر نساعد بيها. الحالة المزاجية. حاجة كمان لازم ان انا القط اذا كان ليا بعض السلوكيات المحبطة.
في ناس كتير بيبقى عندها هذه السلوكيات، ودي قصة بقى قد لو لقيت ان هي القصة دهيت دي ممكن تحتاج بقى حد مساعدة من متخصص. يعني ممكن اكون انا من جوايا متشائم او قاعد مع ناس الدايرة اللي حواليا ناس متشائمة او سلبية، فبالتالي بينعكس عليا الدايرة اللي حواليا بتطبع عليا نمط تفكير. نمط التفكير ده لو لزق معايا ان انا مش نافع في كذا، انا طول الوقت فاشل في كذا، انا عمري ما نجحت في كذا، الثلاث جمل دول لو لزقوا جوه خلاص انا كده مسكت خط ان انا بحبط نفسي. ايوه صح، فانا دي حاجه لازم تتغير. طب في ناس مثلا يا دكتور تقول لك ايه، انه انا الدايره اللي حواليا ناس محبطه ومش قادره اطلع منهم، يعني مثلا الاب او الام او الاخوات، طب اعمل ايه ساعتها؟ التصرف يكون ايه؟ حلو، وارد فعلا ان يبقى في دايرتي حد صعب شويه او بيمارس عليا ضغط وانا ما اقدرش، او على الاقل لوقت معين ما اقدرش ان انا اخرج بره، بكون دايره ثانيه اضافيه، دايره ايجابيه. يبقى اذا انا بس بشحن من هنا سلبي يبقى بفرغ هنا وبشحن ايجابي في دايره ثانيه. يا اما ممارسه نشاطات تفريغيه اهمها الرياضه. الرياضه والله يا دكتور احنا عايزين حلقات وحلقات معاك، يعني بجد والله الفقره عدت بسرعه جدا، بس توعدنا يا دكتور تكون معانا ان شاء الله في حلقات ثانيه باذن الله. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الهنداوي، اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان، نورتنا يا دكتور، في انتظار حلقات ثانيه ان شاء الله. تعالوا نطلع فاصل سريع جدا ونرجع لكم بعد الفاصل، وكلامنا لسه مخلصش عن الصحة والرشاقة والجمال، تابعونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل وكلامنا دلوقتي عن الصحة عن الرشاقة والجمال، ازاي نحقق المعادلة الصعبة دي، وازاي اي حد بيتفرج علينا يقدر يحقق التلات عوامل مع بعض، الصحة والرشاقة والجمال. دايما بنقول انه السمنة يا جماعة انه حد يكون عنده زيادة في الوزن ويخس، مش بس صحته بتبقى احسن، شكله كمان بيبقى احسن، شكل اللبس احلى، ثقتك بنفسك بتزيد، كل حاجة بتبقى احلى، يعني بتبقي عايشة حياة بعيدة عن الامراض، ثقة بنفس زايدة جدا، شكلك في اللبس بيبقى احلى، تعاملاتك مع الناس احلى. فازاي نقدر نوصل للوزن المثالي؟ في ناس كتيرة جربت وصفات، مشيت على دايت، بتعمل رياضة، ولكن كل ده ما بيجيبش النتيجة المطلوبة اللي انتوا بتدوروا عليها. طب ازاي احقق النتيجة دي، وازاي انزل في الشهر الواحد من 10 كيلو ل 15 كيلو نزول في الوزن، عن طريق الكورس رقم واحد في مصر في التخسيس، ومش بس التخسيس، في الجمال بصفة عامة، وهو كورس الأناسيليم. كورس الأناسيليم ناس كتيرة طبعا عارفاه وحقق معاها نتائج فوق الممتازة، وما اعتقدش ان في عيلة فيك يا مصر ما فيهاش واحد او اتنين جرب كورس الأناسيليم وجاب معاه نتيجة فوق الرائعة كالعادة، وزي ما بيبهرنا دايما كورس الأناسيليم. عايزة أتكلم معاكم على الكورس ومكوناته. كورس الأناسيليم بيكون من ثلاث منتجات بيكملوا بعض، ودايما بنقول احنا كدكاترة وكفريق طبي انه لو المنتج الاولاني ما جابش معاك النتيجة المطلوبة، المنتج التاني اكيد هيجيب معاك النتيجة المطلوبة. طب لو المنتجين ما جابوش النتيجة اللي احنا عايزينها، التالت هو اللي هيجيب النتيجة المطلوبة. طب ازاي يا جماعة تتواصلوا مع دكاترتنا، دكاترة كورس الأناسيليم، من خلال الارقام اللي ظهر قدامكم على الشاشة دي، ارقام دكاترة كورس الأناسيليم، الدكاترة اللي هيقدروا ينزلوكوا في الوزن ويوصلوكوا للوزن المثالي اللي انتوا بتحلموا بيه، من غير ما نعمل عمليات جراحية، من غير ما نعمل دايت، من غير حتى ما ندفع فلوس كتير، لان النهارده الحقيقه كورس الأناسيليم عامل لكم عرض حلو قوي قوي، هو مقدم لكم عرضين مش عرض واحد، معانا خصم 50% على كورس الشهرين، ومعانا الهديه بتاعته كريم شد الترهلات، ومعانا خصم 70% على كورس الثلاث شهور، ومعانا الهديه بتاعته كريم البشره. طيب انا عماله اتكلم معاكم واقول لكم كورس الأناسيليم، طب الناس اللي اول مره تشوفنا عايزه تتعرف على كورس الأناسيليم وتعرف ايه مكوناته، خلونا نتكلم مع بعض على مكونات كورس الأناسيليم. زي ما قلت لكم هما الثلاث منتجات بيكملوا بعض. الكورس بينزل اي حد في الوزن، رجاله، ستات، اطفال، كبار السن، الناس اللي عندها ضغط او سكر او مقاومه انسولين او بتاخد اي علاجات لاي مرض، لا يتعارض اطلاقا مع كورس الأناسيليم. هننزل في الوزن معاه من 10 كيلو ل 15 كيلو في الشهر الواحد. طيب انا بحب اكون دقيقه في الكلام، ما اقولش ان كورس الأناسيليم بينزل 10 كيلو، لانه في ناس ممكن تاخده تنزل 12 كيلو، تنزل 15 كيلو.
15 كيلو. طيب ولا اقول ان كورس الاماسيليان بينزل في الشهر الواحد 15 كيلو، لان في ناس ممكن تنزل 13 كيلو في الشهر، يبقى انا كده مش كلامي مظبوط او مش دقيقه. علشان ابقى دقيقه معاك وابقى مظبوطه جدا وابقى متاكده ان انا بقول الكلام الصح، بدي الرينج ان كورس الاناسيليان بينزل الناس من 10 كيلو ل 15 كيلو في الشهر الواحد، ده الرينج بتاع نزول الوزن مع كورس الاناسيليان. نتكلم على اول منتج معانا وهي كبسولات الاناسيليان، دي كبسولات رقم واحد في الكورس. كبسولات الاناسيليان بتشتغل ازاي؟ بتشتغل ان هي اول حاجة بتسد معايا الشهية بطريقة طبيعية آمنة، بتعمل حاجة اسمها بالونة المعدة، عشان كده ليها اسم تاني كبسولات الاناسيليان، الاسم التاني هو بديل بالون المعدة. يعني بدل ما نروح جراحة وبدل ما ناخد مخدر عام علشان يبتدي ان هو جنرال انافيزيا او مخدر عشان نعمل تكميم معده، تدبيس معده، بالون معده، تحويل مسار، وندفع فلوس كتيره في الجراحات دي، انا اقدر اعمل نفس الحاجات بالظبط بس مع كبسولات الاناسيليان بمكونات طبيعيه 100% ومن غير فلوس كتير ومن غير بنك ومن غير مخاطر عمليات جراحيه. يعني هنقدر نعمل بكبسولات الاناسيليان البالونه اللي جوه المعدة بالأعشاب الطبيعية. كبسولات الأناسيليان فيها قشور السيليم، هي دي اللي بتعمل بالونة المعدة من الأعشاب، بتملى المعدة، بتحسسني بالشبع لفترة طويلة، بتوصل ل 8 أو 9 ساعات في اليوم. طب إيه شكل كبسولات الأناسيليان؟ دايما بقول إنه إحنا الوحيدين يا جماعة اللي بيطلع معانا الكورس على الشاشة قدام حضراتكم، لأن إحنا واثقين من جودة المنتجات، مش خايفين من أي حاجة. انتوا من حقكم كمشاهدين تعرفوا المنتجات اللي هتجيلكوا لحد باب البيت، هي دي منتجات او كورس الاناسيليان. هو ده المنتج الاولاني اللي بنتكلم عليه، كبسولات الاناسيليان يا جماعه. طبعا ده اول ما بيجيلكوا في البيت بيبقى متغلف زي ما انتوا شايفين كده. المنتج الاصلي 100% لاني بشوف علم بريطانيا هنا، دايما بكرر لكم العلم ده لانه المنتج ميد ان انجلاند او مصنوع صنع في بريطانيا. فده بيأكد طبعا كفاءة المنتج رقم واحد. رقم اتنين ودي الأهم، إنه المكونات بتاعته يا جماعة مكونات طبيعية 100%، ودي نقطة مهمة جدا. إنه قشور السيليم هي دي القشور يا جماعة اللي بتملى في المعدة وتعمل لي بديل بالون المعدة، بتزود معدل حرق للناس كلها اللي هياخدوا كبسولات الأناسيليم. عندي كمان مستخلص التوت البري اللي هو الأكاي بيري اللي بيزود معدل الحرق 4 مرات معدل الحرق الطبيعي. كورس الأناسيليم بالكامل مرخص من وزارة الصحة المصرية، هيتعرض قدام حضراتكم دلوقتي ترخيص وزارة الصحة المصرية، علشان ده ضمان زي ما انتم شايفين، ضمان للمنتج، ضمان لسلام وفعالية وأمان المنتج، إن أنا باخد حاجة ملهاش أي أثار جانبية، ملهاش أي أضرار، تنفع لكل الناس، صغيرين كبار، رجالة ستات، كمان الناس اللي عندها الضغط والسكر وأي أمراض مزمنة، تقدروا تستخدموا كورس الأناسيليم وهينزلكوا في الوزن من 10 كيلو ل 15 كيلو في الشهر الواحد. طيب نتكلم على تاني منتج معانا. نسيت اقول حاجه مهمه قوي، خلوا بالكم من الكلام اللي انا هقوله ده عشان مهم جدا. كبسولات الاناسيليم لما اجي اخد الكبسوله لازم بشرب وراها كوبايتين ميه. طب ايه فايده الميه مع كبسوله الاناسيليم؟ الميه يا جماعه هي اللي بتخلي قشور السيليم اللي هتعمل لي البالونه اللي انا اتكلمت عليها، البالونه اللي جوه المعده، تخليها تنفش. عامله زي ايه؟ عامله زي السفنجه. يعني لو قدامكم سفنجه بيبقى حجمها كده صح، بتيجي تحطيها في الميه وتسيبيها شويه، ايه اللي بيحصل؟ الحجم بيزيد بيزيد بيزيد. نفس الحاجه في قشور السيليم، قشور السيليم دخلت جوه المعده بالميه هتبتدي حجمها يزيد يزيد يزيد، فتملالي المعده بتاعتي. بمجرد ما المعده بتاعتنا اتملت بالالياف يبقى انا كده شبعت 100%، انا شبعانه، عمري ما هاكل غصب عني، عمري ما هجوع وادخل كميه اكل انا مش عايزاها، انا شبعانه. اكنك بالظبط اكلتي الوجبه بتاعتك، فمعنى كده انه انا هخس. ليه؟ لانه الجسم محتاج طاقه، هيبتدي يحرق من الدهون المتخزنه اللي عامله الوزن الزياده، فتبتدوا تخسوا معانا زي ما بنقول من 10 كيلو ل 15 كيلو في الشهر الواحد. قبل ما ياخدني الكلام على كورس الاناسيليم، اي حد عايز الكورس قبل نفاذ الكميه وتلحقوا العرض من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، دي ارقام يا جماعه الدكاتره الفريق الطبي. انتوا معاكم 3 طرق للتواصل تقدروا تتواصلوا بيهم مع دكاترتنا
وتسألوا على الكورس بشكل أكبر. وكمان الناس اللي عايزة تطلب تقدروا تطلبوا وتكونوا فايزين معانا بالخصومات من خلال الأرقام اللي ظهر قدامكم على الشاشة. نفس الأرقام عليها واتساب، كل رقم من الست أرقام اللي قدامكم عليه واتساب، تقدروا من خلال الواتساب تطلبوا الكورس بالخصومات والهدايا. وكمان صفحة الفيسبوك اللي هتتعرض قدام حضراتكم على الشاشة، صفحة دايت لايف، صفحة وان دايت، وصفحة البرنامج جو هيلثي. طيب نتكلم يا جماعة على تاني منتج معانا في الكورس، وهو كبسولات القهوة الخضراء. من أكتر الحاجات اللي أنا شخصيا بحبها، والناس يا جماعة اللي عندها زيادة في الوزن يعني أقل من 10 كيلو، أنا بنصحها بكبسولات القهوة الخضراء. إيه شكل كبسولات القهوة الخضراء؟ هو المنتج ده، ده يا جماعة هو ده المنتج الثاني في كورس الأناسية. طب أضمن منين إن كبسولات القهوة الخضراء دي هي الأصلية؟ بتيجوا تفتحوا العلبة بتلاقوا إن العلبة متبرشمة من جوه، ده معناه إن أنت أول إيد تمسك العلبة زي ما أنتوا شايفين أهو، شايفين كده متبرشمة خالص أهي من جوه. طيب عايزة أقول لكم على حاجة مهمة قوي، كبسولات القهوة الخضراء مش بس بتخسس، لا فيها ميزة حلوة قوي إن هي بتظبط نسبة السكر في الدم. في ناس تيجي تقول يا دكتور حنان أنا لما باجي أخس بحس إن أنا على طول دايخة، أو لما باجي بخس بحس إن أنا هموت، أبقى مش عارفة أعمل أي مجهود، مش عارفة أروح الشغل، مش عارفة أعمل شغل البيت، حاسة إن أنا هيغمى عليا، مش قادرة أقوم من على السرير، كل دي شكاوي أنتوا بتقولوها لما بتيجوا تخسوا. طب الجميل بقى في كبسولات القهوة الخضراء إن هي هتخسسك من غير ما تعمل الكلام ده، إزاي؟ القهوة الخضراء بتدي باور، بتدي قوة إن أنتِ تمارسي نشاطك اليومي بشكل طبيعي جدا، ما يجيلكيش دوخة، ما يجيلكيش إن أنتِ عايز يغمى عليكي، أو ما يجيلكيش إن أنتِ تعبانة، مش قادرة تعملي النشاط اليومي بتاعك. طيب مهم قوي ابقى عارفه ان كبسولات القهوه الخضراء فيها هي القهوه الخضراء يا جماعه، هي نفس القهوه التركي البني اللي احنا بنشربها، بس قبل ما تتعرض للحراره الشديده بتبقى لونها لسه اخضر. اللون الاخضر للقهوه الخضراء فيها ماده اسمها حمض الكلوروجينيك، هي دي اللي بتقدر تخسس من 10 كيلو ل 15 كيلو في الشهر الواحد. رقم 2 ان هي بتظبط نسبه السكر في الدم، وده اللي بيخليني اقول ان القهوه الخضراء مش هتحسوا معاها بدوخه، مش هتحسوا معاها ان انتوا تعبانين، مش هتحسوا معاها ان انتوا مش قادرين تعملوا اي مجهود، لانها بتظبط نسبه السكر في الدم. فالناس اللي عندها سكر بتاخد انسولين او بتاخد اقراص، تقدروا تاخدوا كبسولات القهوه الخضراء هتساعد جدا في تظبيط نسبه السكر في الدم، كمان هتظبط نسبه الكوليسترول في الدم. فالناس اللي عندها كوليسترول عالي او دهون ثلاثيه عاليه برضو القهوه الخضراء بتساعد جدا في تظبيط نسبه الكوليسترول في الدم. معانا مين؟ اسراء. ازيك يا اسراء؟ الو. ايوه. ازيك يا اسراء؟ ازيك يا دكتور عامله ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي اخبارك الحمد ايه؟ الحمد لله الحمد لله يا دكتور، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. بتكلمينا من فين يا اسراء؟ من حلوان. اهلا بيكي يا حبيبتي واهلا بكل اهل حلوان. ربنا يخليك. حضرتك يا دكتور انا نفسي اخس. قولي لي انت وزنك كام كيلو يا اسراء؟ 95. 95. وطولك تقريبا كام؟ 160. 160، يعني احنا بنتكلم في 35 كيلو زياده في الوزن. طيب عشان برضو الناس اللي بتسالني انت بتحسبيها ازاي يا دكتور حنان، ابقى عارفه وزني الاساسي او وزني اللي انا المفروض اوصل له ازاي، الوزن المثالي. بتاخدوا يا جماعه الطول وتاخدوا الوزن، طبعا هي بيبقى ليها يعني احنا كدكاتره بنحسبها برضو بحسبه تانية، حاجه اسمها البادي ماس اندكس او البي ام اي، حاجه بتبقى يعني طبيه شويه، بس احنا خلينا في المتداول او في السهل بالنسبه لكم اللي هي في الحاجه الكروكي السريعه، انه انا باخد الطول والوزن واطرح من الطول 100. فطولك لو 160 يبقى انت الطبيعي ان يبقى وزنك 60، 65. حلو. نفس الحاجه هنا يا اسراء، انت طولك 160 يبقى انت النورمال بتاعك انك توصلي او المثالي بتاعك يبقى وزنك 60. انت هنا وزنك 95 يبقى فيه 35 كيلو زياده. طيب ال 35 كيلو زياده دول عايزين ننزلهم بمنتهى الامان، بمنتهى الصحه، بمنتهى الرشاقه، وان انا يزيد جمالي زي ما قلنا في اول الفقره بتاعتنا. فاحنا عايزين نزود يا اسراء من حرق الجسم رقم 1، رقم 2 ان انا اسد معاك الشهي. بس عايزه اسالك شويه اسئله، انت بتاخدي اي علاجات لاي حاجه يا اسراء؟ لا لا. طيب سنك قد ايه؟ عندك 25.
25. دايما ليه بسأل يا جماعة على السن؟ انه السن الصغير دايما بيبقى حرقه حلو، فلو هي سنها صغير انا بشتغل اكتر على سد الشهية، لو هي سنها كبير شوية بنبتدي نشتغل على زيادة الحرق مع سد الشهية. فانت هنا يا اسراء هنشتغل معاكي على اول حاجه هندي طبعا حاجات تسد الشهيه، رقم اتنين ازود معاكي الحرق بشكل كبير عشان نقدر نخس ونوصل للوزن المثالي. فهتاخدي يا اسراء معانا كبسولات الانسيليوم، مهمه قوي ان انت تاخديها قوي، دي رقم واحد. عايزه اسالك بالنسبه للاكل بتاعك بتميلي اكتر للحلويات ولا للنشويات، الرز والمكرونه والعيش؟ الاثنين. الاثنين يعني عندك شهية عالية في كله؟ باكل حلويات جدا. طيب بصي بقى، احنا الشهية العالية ما دام انت بتحبي الاثنين السكر وبتحبي كمان النشويات، انا محتاجة اسد الشهية بشكل عام بوجه عام ناحية اي حاجة، حلويات او نشويات اللي هي الحاجات اللي بتزود في الوزن. طيب هسد الشهية ازاي؟ عن طريق الياف قشور السليم اللي هتنفش في المعدة وتعمل لي بالونة المعدة اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هتنزلنا في الوزن من 10 كيلو ل 15 كيلو، دي اللي موجودة في قشور السليم اللي هو المنتج ده. تمام؟ هتاخدي يا اسراء كبسولة قبل الفطار بنص ساعة ونشرب كوبايتين كبار من المية. خلاص؟ تاني يوم يا اسراء هتاخدي كبسولة القهوة الخضراء، علشان انا محتاجة اعلي معاكي معدل حرق الجسم للدهون، ده هيتحقق بالقهوة الخضراء اللي موجودة في كبسولات القهوة الخضراء، ده تاني يوم. تمام؟ هتاخديها برضو قبل الفطار بنص ساعة، وهنمشي ده الشهر الاولاني والشهر التاني. هنمشي بقى في الشهر التالت ناخد كبسولات الفينل. الفينل دي هتشتغل ازاي يا اسراء؟ على الدهون اللي موجودة عندك في مناطق مختلفة من الجسم. يعني خسيتي مثلا، نزلتي في الشهر الاولاني، قولي الحد الادنى بتاعك هتنزلي 10 كيلو في الشهر الاولاني، جيتي في الشهر الثاني نزلتي 10 كيلو كمان، يبقى احنا كده نزلنا كام يا اسراء؟ 20 كيلو، اتبقى لي كام؟ 15 كيلو، هنزلهم في الشهر الثالث او ناخد كمان شهر الثالث او شهر ونص مثلا عشان نبقى الحسبه مظبوطه. طب الشهر الثالث هناخد فيها ايه؟ كبسولات الفينل اللي هم ال 15 كيلو، هتلاقيهم متركزين في مناطق معينه عندك في الجسم، يعني في منطقه البطن، في منطقه الدراعات، في منطقه سمانه الرجل، في منطقه الارداف. فهنشتغل بالفينل اللي هي كبسولات الفينل اللي هو المنتج ده. خلاص؟ ده اللي هيسيح لنا الدهون اللي موجوده في مناطق مختلفه من الجسم. طبعا يا اسراء انت من الفايزين معانا بعرض الثلاث شهور بخصم 70%، فهحولك حالا على الدكاتره، هياخدوا منك العنوان، هياخدوا منك رقم التليفون، في متابعه يا جماعه مجانيه مره كل اسبوع مع اي حد هياخد الكورس بتاعتنا بالخصومات، سواء كان خصم ال 50% لكورس الشهرين زائد الهديه كريم شد الترهلات، او خصم ال 70% لكورس الثلاث شهور زائد الهديه كريم البشره. في متابعه مجانيه مع الدكاتره مره كل اسبوع، عمرنا ما بنسيب حد من غير متابعة. ليه؟ المتابعة مهمة جدا، ودايما بقول انه المتابعة دايما، حتى بقول كده لدكاترتنا اللي في الفريق الطبي، انه دايما يا جماعة المتابعة نص المشوار، انه انا ببقى واثقة في جودة كورس الانسيليوم هينزلك من 10 كيلو ل 15 كيلو في الشهر الواحد، بس لازم المتابعة معاكي ده النص بقى، انه لازم يبقى معاكي دكتور يتابع معاكي اول باول، عملتي ايه النهاردة، اكلتي ايه، الدنيا كان فيها ايه، في عندك اي مثلا ملاحظة على المنتجات، في عندك اي سؤال خاص بكورس الانسيليوم، بيبقوا متابعين معاكي مرة كل اسبوع، دي نقطة مهمة جدا. طيب عايزة اتكلم معاكم بقى، خلوني اقول بس الخصومات بسرعة عشان الناس اللي لسه فاتحة دلوقتي بتتفرج علينا، معانا خصمين، خصم الكورس الشهرين عليه خصم 30% يا جماعة، سوري انا اسفه انا قلت 30% ايه، خصم 50%، انا بقلل لكم الخصومات خلوا بالكم. لا احنا بنقول ان كورس الشهرين خصم 50% يا جماعه لاول 100 متصل. لو الكورس، بقول لو، مش الكورس مش بكده، انا بقول لو الكورس ب 100 هتاخدوا خصم 50%، بتدفعوا 50 جنيه بس، ده لو، ده احنا بنقول افتراضا. الكورس في متناول يا جماعه الجميع، اي حد يقدر يجيبه في جميع الفئات، يعني مش هقول لكم مثلا مخصص لفئه معينه، كل الناس بكل المستويات تقدر تجيب كورس الانسيليوم، سعره حلو جدا يا جماعه. كورس الشهرين عبارة عن كبسولات الأناسيليوم وكبسولات القهوة الخضراء، بيبقى عليهم خصم 50% زائد الهدية كريم شد الترهلات. معانا خصم الثلاث شهور ده بيبقى عليه 70% يا جماعة، خصم 70%، يعني بتدفعوا لو الكورس ب100، لو بقول لو الكورس ب100 هتدفعوا 75
هتدفعوا 25 بس. انتم متخيلين بقى يا جماعه؟ فطبعا خصم 70% ده خصم رائع، وانا عن نفسي برشح للناس كلها تاخد كورس الثلاث شهور افضل، حتى لو انت الوزن بتاعك يعني هتنزلي 20 كيلو، بدل ما تزنقي نفسك في شهرين، لا ازنقي نفسك خليها عشان ثلاث شهور عشان يبقى قدامك يعني مساحه من الوقت ما تزنقيش نفسك، ومعاكي منتجات كتير هيخسسوا معاكي بشكل افضل وبشكل اسرع وبشكل اكبر. فبالنسبة لعرض الثلاث شهور عليه خصم 70% لأول 100 متصل، زائد معانا هدية كريم البشرة. طيب هكلمكم برضو أكتر على كورس الأناسيليوم وإزاي نقدر نخس عليه، بس خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم بعد الفاصل، ابقوا معنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وهنتكلم دلوقتي بقى على حاجه مهمه قوي، على ازاي نقدر نخس بصحه. ازاي الناس يا جماعه اللي عايزه تنزل في الوزن، عندي 30 كيلو زياده، عندي عايزه اخس 20 كيلو، عايزه اخس 40 كيلو، كل ده هنقدر نحققه مع الكورس رقم واحد في مصر، كورس الاناسيليوم. يوصل لكم كورس الاناسيليوم والمعلومات اكتر عن كورس الاناسيليوم هتكلموا الدكاتره من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، نفس الارقام عليها واتساب، تقدروا لو مكسلين تتصلوا تبعتوا من خلال الواتساب لكل رقم من الست ارقام، الدكاتره هيردوا عليكم من خلال الواتساب. وكمان صفحات الفيسبوك هتتعرض دلوقتي قدام حضراتكم، صفحه دايت لايف، صفحه وان دايت، وكمان صفحه البرنامج جو هيلثي. اي حد يا جماعه حابب يطلع معانا وينضم لعيله جو هيلثي، والناس اللي هي خاسه كده وشكلها حلو وعايزه تظهر معانا في الحلقات وتحكي لنا عن تجربتها وازاي خست مع كورس الاناسيليوم، تقدروا من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه تكلموا الدكاتره او الدكتور اللي كان بيتابع معاكم، وتقولوا لهم ان احنا عايزين نطلع في برنامج جو هيلثي، وبيظبطوا معاكم ميعاد في اي حلقه او في اي يوم بيناسبكم. بتيجوا طبعا تنورونا وتشجعوا الناس التانيه اللي عايزه تنزل في الوزن علشان يبقوا زيكم وينزلوا ويوصلوا للوزن المثالي. طيب عايزه اتكلم معاكم على قبل ما ابدا برضو على كبسولات الفينل، خليني اقول لكم ان في عندنا عرضين على كورس الاناسيليوم. العرض الاولاني بيكفيك لمده شهرين عليه خصم 50%، زائد الهديه معانا كريم شد الترهلات، معانا كمان خصم 70% على الكورس لما يكفيكي 3 شهور، يعني كورس الثلاث شهور عليه خصم 70%، ومعانا كريم البشرة هدية. طيب قبل ما ندخل على كبسولات الفينل واكلمكم عليها باستفاضة، خلينا نشوف معلومتنا المغلوطة النهاردة بتقول لنا ايه. المعلومة المغلوطة النهاردة بتقول ان الخضار الطازة بيحتوي على قيمة غذائية اعلى من الخضار المطبوخ. في ناس تفتكر انه انا لما اكل الخضار يبقى طازه كده ولسه ما اتعرضش للحراره بتبقى قيمته الغذائيه اعلى او بيكون افيد لي. الكلام ده موجود في بعض انواع الخضروات والفاكهه، الخضروات اللي فيها فيتامين سي زي الليمون زي البرتقال، ده كلام مظبوط. ولكن خلوني اقول لكم ان في خضار لما بيطبخ بيكون قيمته الغذائيه اعلى، زي السبانخ زي الجزر، الحاجات دي لما بتتعرض للحراره وبتطبخ بتبقى افيد بكتير من الخضار الطازج. طيب نتكلم بقى على كبسولات الفينل، المنتج رقم 3 في كورس الاناسيليوم. طيب شكلها ايه كبسولات الفينل يا دكتوره حنان؟ اهي، يا ريت طبعا تجي لنا كبسولات الفينل. هو دي كبسولات الفينل. طيب اضمن منين ان كبسولات الفينل هي الكبسولات الاصليه اللي هتجيلي من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، هيوصلوا لكم المنتج الاصلي. طيب اضمن منين كمان؟ من كذا حاجه بتبين لي. اول حاجه لما هتعملوا زوم بس عشان اوريكم، اول حاجه انتوا هتلاقوا هنا يا جماعه العلامه الصفراء، الاستيكر الاصفر الذهبي ده معناه ان المنتج الاصلي. لو قلبتوا العلبه كده هتلاقوا علم ألمانيا هنا ومكتوب Made in Germany اللي هو مصنوع في ألمانيا، يبقى كبسولات الفينل دي مصنوعة في ألمانيا، فبضمن إن هي وصلة لي هي المنتج الأصلي. طب كبسولات الفينل دي باخدها يا جماعة في الشهر الثالث، مهمة قوي تبقوا عارفينها، بنستخدمها في الشهر الثالث، وبناخد كبسولة قبل الفطار بنص ساعة. مكوناتها إيه؟ مكوناتها مجموعة من الفواكه والأعشاب الطبيعية اللي بتزود جدا معدل حرق الجسم للدهون، زائد إن هي بتسد الشهية.
الشهيه. طب ايه اللي عندي في الكبسولات بيسد الشهيه؟ انا عندي الجريف فروت مليان الياف بيسد الشهيه، عندي مستخلص الاناناس الطبيعي مليان الياف بيسد الشهيه، وفيه في الاناناس انزيم اسمه البرومالين اللي بيحسن جدا من حركه الامعاء، بيحسن جدا من وظائف الجهاز الهضمي، فبيبقى مناسب جدا. وفي نفس الوقت كمان الاناناس مليان الياف بيسد الشهيه. كمان معانا بقى مهم قوي، حاجه مهمه قوي في كبسولات الفينل، الجارسينيا. الجارسينيا كامبوجيا يا جماعه من اكتر النباتات ومن اكتر الفواكه، خليني ابقى فاكهه تحديدا، يعني فاكهه تحديدا، بتعمل ايه الجارسينيا؟ بتسد معايا الشهيه وبتزود جدا معدل حرق الجسم للدهون، وخصوصا الدهون اللي ناتجه عن الحلويات، الناس اللي هي بتاكل سكر كتير، الناس اللي بتحط 3 4 معالق سكر في الشاي، بياكلوا بسبوسه وكنافه وشوكولاتات كتير زي ما في ناس كتيره بتبعت لي. طب ايه اللي هيحرق الدهون اللي ناتجه عن السكريات دي؟ هي الجارسينيا اللي موجوده في كبسولات الفينل. كمان كبسولات الفينل فيها الكروميوم. الكروميوم يا جماعه بيحول الدهون لطاقه، وده السر ان احنا بنتكلم ان كورس الاناسيليوم عمره ما يحسسك بدوخه، عمره ما يحسسك باغماء، عمره ما يحسسك بان انا تعبانه ومش قادره ابذل مجهود، لان انا عندي القهوه الخضراء بتديني طاقه اللي موجوده في كبسولات القهوه الخضراء، الكروميوم اللي موجود في كبسولات الفينل بيحول الدهون لطاقه، فببقى قادره ان انا امارس النشاط اليومي بمنتهى النشاط والحيويه، مش ببقى تعبانه. طيب الكورس بالكامل مرخص من وزارة الصحة المصرية. طيب أي حد دلوقتي بيسأل يا دكتورة حنان إحنا عايزين ناخد الثلاث منتجات، الثلاث كبسولات الأناسيليوم، كبسولات القهوة الخضراء، وكبسولات الفينل. ده طبعا ترخيص وزارة الصحة المصرية قدام حضراتكم على الشاشة لكورس الأناسيليوم. فأي حد عايز ياخد الكورس هتاخدوه بمفاجأة النهاردة بخصم، معانا 100 كورس عليهم خصم 70%، وده هيكفيكم لثلاث شهور، وتاخدوا كمان هدية كريم البشرة. عايز أكلمكم على كريم البشرة يا جماعة اللي هو ده، حلو طبعا مرخص من وزارة الصحة المصرية، بتتأكدوا ان هو الكريم الاصلي، بنيجي نفتحه نلاقيه متبرشم بالشكل ده اهو اهو، تمام. ده معناه ان انتوا اول ايد تلمس الكريم. كريم البشرة ده بحطه مرة الصبح ومرة بالليل علشان تجنبا اني لما اخس بالتلاتين واربعين وخمسين كيلو مع كورس الاناسيليوم بشرتي تفضل مشدودة. الكريم غني بالكولاجين، غني فيتامين اي، غني مستخلص العرق السوس، بيفتح جدا، كل الحاجات دي بتقدر ان هي تسد الهيالورونيك اسيد، بيشد جدا البشرة. طب اجي اتكلم على الهدية التانية اللي موجودة معانا، وهي كريم شد الترهلات. كريم شد الترهلات مناسب جدا للناس اللي عايزة تشد الجلد، ودي نقطة مهمة جدا، أنا عايزة أخس وفي نفس الوقت جلدي بيكون مشدود، هو ده كريم شد الترهلات. برضو الكريم ده هو الكريم الأصلي مرخص من وزارة الصحة المصرية. بنستخدمه إزاي؟ بنستخدمه مرة قبل النوم يا جماعة، بندهنه على المناطق اللي عايزة تتشد، المناطق اللي أنا عايزة أتخلص منها من السمنة الموضعية. الكريم طبعا ما بيوصلش للطبقات العميقة من الجلد، ولكن بيحرق الدهون السطحية اللي تحت الجلد مباشرة. يعني لو عندي بطن مثلا أو كرش كده بالبلدي، بدهن الكريم بطبقة خفيفة على البطن بحركات دائرية، الجلد بيمتصه بسرعة جدا مرة قبل النوم. بيعمل ايه الكريم ده؟ في زيت القرفة، في زيت الجنزبيل، في الكولاجين، في فيتامين اي، بيحرق الدهون اللي تحت الجلد مباشرة في منطقة البطن او منطقة الدراعات على حسب بقى تدهني الكريم فين، بالاضافة انه بيشد الجلد. لو في عندنا ستريتش ماركس او علامات التمدد الجلدي اللي بتظهر ساعات عند الحوامل، بتظهر ساعات عند الناس اللي بتشيل اوزان تقيلة في الجيم، اقدر لما بتبقى خطوط لسه في بدايتها حمراء، الكريم بيساعد جدا انه يعالج هذه الخطوط الحمراء. طب لو تحولت الخطوط الحمراء لبيضة، ساعتها بيبقى دي بنسميها خطوط بيضة او الستريتش ماركس، بيحسن جدا من شكلها. مش بقول بيعالج، لانه طبعا وانس ان الخطوط دي اتحولت للون الابيض بيبقى صعب العلاج بتاعها، ولكن بيحسن جدا من شكل الخطوط، بيفيدها بمعنى كده اصح، بيفيدها، بيداريها شوية. فده حاجة. كمان السيلوليت يا جماعة، كريم برضو شد الترهلات مفيد جدا في السيلوليت. الناس اللي عندها قشر البرتقان او الناس اللي عندها تعريجة الجلد اللي بتبقى موجودة في الأرداف، بتبقى موجودة ساعات في الدراعات، بتبقى موجودة ساعات في سمانة الرجل، كل ده بنقدر ان احنا برضو نعالجه عن طريق الكريم بتاع شد الترهلات. بيعالج السيلوليت عشان غني بالكولاجين وفيتامين اي.
طيب خلونا نشوف مع بعض بقى صور حالتنا اللي خست معانا مع كورس الأناسيليوم ومساعدة طبعا الفريق الطبي. معانا طبعا أستاذ أحمد خسر معانا 17 كيلو في شهر ونص، كان 85 وبقى 68. طبعا أستاذ أحمد كان عنده سمنة كلية يا جماعة، أكتر السمنة كانت متركزة في منطقة البطن زي ما أنتوا شايفين والأرداف، وبرضو كان عنده تثدي، يعني بنقول إن هي سمنة كلية. مشي على كبسولات الأناسيليوم وكبسولات القهوة الخضراء أول شهرين، وخد في الشهر الثالث كبسولات الفينل، بقى 68 كيلو. طبعا شايفين الجسم بقى عامل ازاي، شايفين شكل الفورمه زي ما بنقول كده بقت عامله ازاي. طبعا استاذ احمد ناس كتيره قوي معاه في الشغل افتكروا ان هو التحول ده عمله في عمليه، ولكن هو زي ما انتم شايفين هو مع كورس الأناسيليوم والثلاث منتجات قدر ينزل 17 كيلو. وكانت بتتابع معاه دكتوره آثار من الفريق الطبي، بوجه لك تحيه يا آثار. نشوف الحاله الثانيه، ده أستاذ طارق كان 110 كيلو وبقى 70 كيلو. طيب طارق عايز أقول لكم برضو في معلومة مهمة، أنه كان شغله مكتبي 24 ساعة قاعد يعتبر على الكرسي، مش بيتحرك كتير على اللابتوب، فكان حصل زيادة الوزن وال40 كيلو اللي زادهم دول بسبب القعدة المكتبية. فكان بيستخدم كريم شد الترهلات، كبسولات الأناسيليوم، كبسولات القهوة الخضراء، وكمان كبسولات الفينل، فنزل معانا 40 كيلو في 3 شهور ونص. كان بيتابع معاه دكتور علاء من الفريق الطبي، نزله في الشهر الواحد يا جماعة حوالي 12 كيلو. فطبعا شايفين الشكل، شايفين الحياة بقت أحلى والحياة بقت وردية كده زي ما بنقول بالنسبة لأستاذ طارق. ندخل في الحالة الثالثة، دي كانت مدام أسماء. مدام أسماء بقى كان عندها، أنا بحب أحكي لكم طبعا الحكايات الحالات بتاعتنا، لأن الحالات دي كانت في ناس كتيرة قوي ممكن تكون بتفرج علينا متعرضة لنفس الظروف ومتعرضة لنفس الأجواء. يعني مدام أسماء عندنا كانت 85 كيلو، كان عندها مشكلة إنه هي ما كانتش كده، بالعكس ده هي كانت متجوزة 60 كيلو، فحصل خلفة للطفل الأول والتاني، زادت حوالي 25 كيلو بعد الولادة فبقت 85 كيلو. كان جالها حاجة اسمها postpartum depression أو اكتئاب ما بعد الولادة بسبب زيادة الوزن، فكلمت معانا دكتور مريم من الفريق الطبي، قدرت دكتور مريم تنزلها 18 كيلو في شهرين، يعني بنتكلم في حوالي في الشهر الواحد 9 كيلو، وكانت من أجمل الحالات اللي خست، لأن كمان مش بس شكلها بقى أحلى، حالتها النفسية، ثقتها بنفسها، يعني بقت عايشة سعادة. لأنه أنتوا لما بتبقى يا جماعة بتتعرضوا لفترة كده لاكتئاب أو لفترة زيادة في الوزن، أو يعني بتبقى الحالة النفسية مش أحسن حاجة، وخصوصا إن هي كانت متعودة إن كان جسمها قبل كده ممتاز ومثالي. فلما زادت ال 25 كيلو كان عندها شوية اكتئاب، بعد ما وصلت بقى ل 67 كيلو كانت حياتها اختلفت تماما، مش بس في الشكل زي ما قلت لكم، في الحالة النفسية كمان. طيب معانا كمان يا جماعة حالات، معانا طبعا آخر حالة معانا كان 85 بقى 65 كيلو، بنتكلم نزل 20 كيلو في شهرين، يعني بمعدل كل شهر 10 كيلو. زي ما انتوا شايفين الحياة اختلفت ازاي. يعني بصوا يا جماعة هي الصورة دي طبعا يعني مش واضح قوي، ممكن ما تبقوش شايفين قوي زيادة الوزن كانت فين، لكن هي كانت في منطقة الدراعات، التثدي البطن، يعني في الجزء العلوي من الجسم من فوق، فقدر ينزل 20 كيلو بقى 65 في شهرين يا جماعة. طيب اي حد بقى بيتفرج علينا عايز ينزل 20 30 40 زي ما شفتوا في الحالات بتاعتنا، الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه الست ارقام، اي رقم فيهم هتتكلموا دلوقتي هيرد عليكم الدكتور، هيفضل متابع معاكم لحد ما توصلوا للوزن المثالي. معانا النهارده خصومات لكورس الأناسيليوم، اول كورس معانا كورس اللي هيكفينا شهرين، كورس شهرين عليه خصم 50% زائد الهديه معانا، وهي كريم الشد الترهلات، يعني هتاخدوا في كورس الشهرين كبسولات الأناسيليوم، كبسولات القهوه الخضراء، ومعانا كريم شد الترهلات هديه، ده عليه خصم 50%. طيب عرض الثلاث شهور بتاخدوا كبسولات الأناسيليوم وكبسولات القهوة الخضراء، ومعانا كمان كبسولات الفينل، الثلاث منتجات دول معاكم كريم البشرة، وده بيبقى عليه خصم كام؟ خصم 70% يا جماعة.
طيب كمان معانا متابعه مجانيه مع الدكاتره مره كل اسبوع، بالاضافه لان الشحن نقطه مهمه ما قلتهاش طول الحلقه نسيت اقولها، بس لازم تبقوا عارفينها ان الشحن والتوصيل مجانا لجميع محافظات جمهوريه مصر العربيه. يعني اي حد بيتفرج في اي مكان في مصر، في القليوبيه، في الاسماعيليه، في اسكندريه، في الجيزه، في المنوفيه، في الشرقيه، في السويس، كل محافظات وجه قبلي، المنيا، سوهاج، اسوان، الاقصر، اي محافظه في مصر تقدروا ان انتوا تتصلوا دلوقتي على الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه وهيبقى مجانا. طيب الناس اللي عايزه يا جماعه قبل ما نختم، الناس اللي عايزه تزيد في الوزن، لان في ناس كتيره تقولي انا بعاني من نحافه شديده، او بنتي عمرها سنتين ثلاثه لحد 70 سنه عندها نحافه او عايزه ازيد في الوزن، استخدم ايه؟ الاركس جين. الاركس جين هو ده يا جماعه، هو ده الكورس اللي زي ما بقول لكم الاول في زياده الوزن، بيزود من 8 ل 10 كيلو، عباره عن اكياس بندوبها في كوبايه ميه او عصير او كوبايه لبن وبتتشرب مره واحده في اليوم بعد الفطار، هتزود معاكم من 8 ل 10 كيلو. كورس الاركس جين معانا علبتين وعلبه مجانا، العلبتين عليهم خصم 50% من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه تقدروا تطلبوا الكورس، بالاضافه لكورس الجمال طبعا اللي انتوا عارفينه، كورس بينكي عليه النهارده يا جماعه خصم 40%، معانا كريم تفتيح، معانا غسول للبشره، معانا سيرم لعلاج التجاعيد، وكمان الهديه بتاعتنا الصابونه، وطبعا السكراب الرائع، كل ده بيقدر يعالج التجاعيد يفتح لون البشره. كورس بينكي عليه خصم يا جماعه 40%، ولو طلبتوا كورس بينكي مع الاركس جين او مع كورس الاناسيليوم تقدروا ان انتوا تحصلوا على خصم مش 40% بقى 50%. للأسف وقت حلقتنا خلص، ولكن كلامنا عن الرشاقة والصحة والجمال لسه مخلصش. تابعوني في الحلقات اللي جاية، بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة. باي باي.